بإذن الله. كابتن بلال ألف مبروك، فوز مهم جدا في صراع المنافسة الشرسة على الدوري. طبعا مبروك للنادي الأهلي، الأول مباراة جيدة جدا تمام، أداء وروح عالية، تخطيط جيد من مستر موسيماني، الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي، الهدفين اللي كنا دايما بنتكلم عليهم، مش بس هدف واحد، هدف واحد يخليك طول المباراة قاعد برضو مضغوط شوية، صح، لان انت احنا اتكلمنا عن بعض المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عند النادي الاهلي، فهدفين خلوك مستريح، خلوك عندك راحه كبيره، خلى كمان مستر موسيماني يبتدي التغييرات بتاعته من بدري شويه. يعني احنا بنتكلم النهارده التغييره الاولى ديانج مع السلاف دي 65 تغييره، المفترض في عرف كره القدم هي بدري شويه، بتغير تغيير وبتغير لعيب مكان لعيب، يعني التغييره دي الغرض منها راحه اللعيب، تمام. التغييره الثانيه نفس الموضوع، طاهر مكان الشحات، التغييرات للماتشات، لاستمراريه الماتشات، لاستمراريه اللعيبه في الماتشات، خوفا على اللعيبه من اللي جاي، خوفا على اللعيبه من الاصابات. انت بتلعب كل دلوقتي 3 ايام مباراه، النهارده السبت بتلعب ماتش، يوم الثلاثاء اللي جاي عندك ماتش، يوم الجمعه اللي بعديه عندك ماتش، الامر صعب جدا. مزبوط. استغلال الفرص اللي احنا بنتكلم عليها هو اللي بيديك راحه في الملعب، وهو كمان اللي بيفوق اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي فاقت لما سجلت الهدفين. مزبوط. بعد تسجيل الهدف الثاني ابتدينا نشوف جمل تكتيكيه، خد بالك الجمل موجوده لكن تنفيذها محتاج انك تسجل هدفين عشان تقدر تبدع في الملعب. صح. يعني في وقت بالنسبه لك انك تشتغل وبتجتهد وعندك روح قتاليه عاليه، لكن في وقت بالنسبه لك انت بتحاول انك تبدع في الملعب. يعني في كوره يمكن تديها 69 كنا بنتكلم عليها، في جمله حلوه ال 1 3 مظبوط، 1 2 3 بتروح على طرف الملعب بتتعمل كروس، حاجه رائعه جدا 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 جدا. وبعديها في واحده ثانيه بتاعت اكرم توفيق اللي عملها بالعرض بواليا، كان المفروض يتحرك على الزاويه القريبه، كان ممكن يسجل منها هدف. واحده لصلاح محسن لعبها بدماغه والتر بواليا قلشت منه. أيوه. الاهلي الشوط الثاني مختلف تماما. أيوه. ابداع غير عادي. صحيح. عشان استغليت فرصتين، كان ناقص بس ترجمتها الاهداف. الماتش ده زي ما قلنا كان ممكن يخرج باربعه خمسه. أيوه. سته زي ما انت عايز قول، لان الفرقه اللي قدامك كمان ما عندهاش البلان دي، مش موجوده. صح. ممكن يبقى عنده حته ايه، انا مغلوب 1-0 وعندي فرصه ان انا اعوض، فانا مستني في الجيم ولسه قاعد فيه، لكن 2-0 خلاص غيرت له كل المفاهيم، خليته يلعب بطريقه مختلفه اللي انت عايزه يلعب بيها، انه يفتح الجيم زي ما انت بتفتح، زي ما انت بتلعب جيم مفتوح. وهو مش متعود يلعب، هو مش متعود يلعب قدام النادي الاهلي جيم مفتوح. مزبوط. الامر صعب جدا، هو متعود انه يلعب بسبع لعيبه، اربعه ثلاثه في نص ملعب بيقفلوا كويس قوي، ويشتغل على الثلاثه اللي قدام في الكاونتر اتاك، وعنده سرعات وعنده مهارات. مزبوط. كان ممكن يقدر يستغلها، لكن كونه انه يلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي في السرعات والمهارات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، الامر كان صعب جدا جدا على كابتن حلمي طولان وعلى فرقه امبي. صح. عشان كده بقول لك شفنا زي ما كابتن عادل كان بيتكلم من شويه على امكانيات مجدي قفشه والمساحات اللي بيتحرك فيها وطريقه اللعب، لعيب فايق النهارده. والتر بولي النهارده واحده من الماتشات الجيده جدا بالنسبه له، يعني انا دايما بقول راس الحربه يختبر لما ياخد. تمام، مش 10 دقائق تلت ساعه ربع ساعه، لا النهارده بيلعب زي ما اتفقنا كلنا، محطه جيده جدا، بيلعب دماغه كويس جدا 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 جدا، لعيب يعني لو خد ماتشات كتير ممكن يجي ويبقى لعيب كويس ويبقى رقم 9 بالنسبه للنادي الاهلي. مهم جدا تواجده في ال 18، مهم جدا ان هو كلاعب محطه بالنسبه للنادي الاهلي، بيستلم كويس، بيلعب تحت ضغط بشكل كويس، بيستلم ويستلم بشكل رائع، اوقات كثيره جدا بنشوفه على اطراف الملعب. طبعا عايز اخد رايك في حاجه من كلام الكابتن شريف عبد المنعم اللي هو دايما بيردده، هل ممكن في حاله تواجد محمد شريف، هل بواليا ممكن يبقى جنب محمد شريف وينزل هو يبقى المحطه دي، او زي ما انت بتقول كده اللاعب اللي هو مش راس حرب اساسي، ولكن تحت محمد شريف ويساعد ويخش معاه في ال 18 ويعمل زياده عدديه، خصوصا ان انت قلت حاجه قبل بين الشوطين او قبل الاستوديو، ان بواليا عنده ميزه شويه في حته ضربات الراس عن محمد شريف. طبعا عنده ميزه كبيره جدا، يعني انت النهارده مفيش كرة مشتركة عليه وما بياخدهاش. مفيش كرة مشتركة عليه، مفيش كرة بتتلعب طويلة إلا بواليا بيستلم ويسلم ويقف ويحطه، ودي كانت منجحة النهاردة مجدي قفشة بشكل كبير، لأن أنت أوقات كتيرة جدا أنت بتشتغل على المان تارجت كمحطة، بيستلم السكند بول، بتبتدي تحرك الطرفين، يعني علي معلول أو ديانج أو سوري أو أكرم توفيق من الناحية دي، المساحات بتتخلق وانس ان راس الحربه ابتدى يستلم ويحط لك انت كبلاي ميكر، المساحات لوحدها بتتخلق. هو النهارده عمل دي، يعني دي الحته اللي ممكن كانت تبقى ناقصه شريف شويه. شريف من اللعيبه اللي بتجري بوشها على الجول، تمام، لعيب بيحب عنده سرعه وبيستغل سرعته بشكل جيد جدا، عشان كده انا بقول لك
لو لعب واليكا هو المان تارجت وشريف هو اللي بيتحرك. أيوة. من تحت ده اللي انا وزع عليه اعتقد هيبقى فيه إيجابية. لا هيروح في حته ثانيه خالص. هيبقى عندك الحتتين النهارده. بولا سجل بدماغه. ايوه تمام. وكان متواجد في ال 18 في كل الكرات العرضيه وكان محطه. تمام؟ وكان محطه جيده جدا بالنسبه لك. مظبوط. في تواجد بولا وشريف. بس هل مستر موسيماني بيفكر في الحته دي؟ هي دي النقطه المهمه بالنسبه لك.